ابتدت اللجنة الحقيقة تشتغل بشكل كبير، سواء من خلال تشكيل لجان لتقصي داخل المنازل والأماكن اللي احنا رصدنا فيها الحالات دي، اللي هي كانت تحديدا في مكانين في أبو الريش إبلي والرقبة بدراو، يعني عارفين مكانين تحديدا هم دول القريتين أو الأماكنين اللي فيهم الحالات اللي احنا شفنا فيهم تردد على المستشفيات. ما دون ذلك ما كانش فيه أي ترددات على مستوى المستشفيات بالكامل، لأن احنا عندنا تاني ترصد في كل لحظة في كل المستشفيات. اشتغلنا من خلال فريق العمل الحقيقة بكذا محور، احنا كوزارة الصحة اشتغلنا فيما يعنينا، ومعالي وزير الإسكان اشتغل في مع اللجان الخاصة به في كل محطات المياه، وهيكلم حضراتكم عنه، واشتغل سيادة المحافظ في التنسيق ما بين كل القوى في نفس التوقيت. عملنا 6 قوافل علاجية لمنطقة أبو الريش و6 قوافل علاجية لمنطقة دراو، ومزودة بكل الفرق الطبية والأدوية اللازمة ومستحضرات معالجة الجفاف، بحيث ان احنا يبقى موجودين جنب البيوت التي ظهر فيها هذا اللغز كما أطلق عليه لغز. وأقف عند الحتة دي الحقيقة، لأن لا كل مرض في الدنيا له سبب وله عرض. معنى كلمة العرض يعني يمكن أن يكون الإسهال والقيء وارتفاع درجة الحرارة هو عرض لمرض وليس مرض في حد ذاته، وبالتالي أي مرض في الدنيا يحتاج لفحوصات، يحتاج لأشعاعات، يحتاج لمتخصصين عشان نقدر نقول نوع المرض ده إيه. وبالتالي حتى الالتهابات الخاصة بالمعوية هي لها أسباب فيروسية زي الروتا فيروس، ولها أسباب بكتيرية زي أنواع كثيرة من الميكروبات البكتيرية نتكلم عليها والطفيليات. ما نقدرش نطلع كوزارة صحة بنتكلم بشكل علمي ودقيق من غير ما يكون عندنا الأدلة والبراهين العلمية التي تثبت اللغز اللي ما يطلق عليه. لا يوجد لغز ولا يوجد في الطب لغز.